مشاهدي ام تي في، اهلا بكم من جديد. نبتعد بعض الشيء عن السياسه وندخل في الملف الصحي في لبنان مع الحرب الدائره، ومعنا في الاستوديو رئيس دائره المستشفيات والمستوصفات في وزاره الصحه هشام فواز. مساء الخير. ايضا نقيب الاطباء بروفيسور يوسف بخاش، اهلا وسهلا فيك. عم نواكب دائما معك كل ما يتعلق بالمستشفيات والاطباء مع اشتداد الحرب وايضا تعرض الطاقم الطبي، وايضا سنخصص قسم من هذا الحوار للصحه النفسية، الصحة النفسية المتعبة في هذه الفترة، ومعنا الأخصائية النفسية ميا عطوي، وأنت أيضا المشرفة على الخط الوطني الساخن للوقاية من الانتحار وتقديم الدعم النفسي. أهلا وسهلا فيك. فينا نسأل كيفك أو ما بنسأل هلأ كيفكم للناس بهذا الظرف الصعب؟ لا أكيد مهم نسأل كيفنا على طول، بس لازم نكون كمان منفتحين لنسمع الجواب ونكون يعني قادرين نصغي للآخر بهالفترة، لأنه بنعرف أنه هذا الشيء كتير صعب. بس بفتكر هذا الشيء الوحيد اليوم يمكن رح يساعدنا نوقف على إجرينا، أنه نقدر نكون موجودين مع الآخرين وعم نصغيلهم وعم نقدر نعطيهم الدعم النفسي اللي نحن كلنا اليوم بحاجة له. يعني نساند بعضنا بالأول. استاذ هشام، يعني بعرف حضلك على تليفونك بالحلقه انه عندك كثير متابعات، ما في مشكل ابدا، بس فيك تقلنا اخر الارقام، لانه بعرف دائما بتتابع كل ما يتعلق بالغارات، حصيله الشهداء يعني الاخيره. نحن كان تقريرنا لامبارح، للاسف نحن هلا طلع بايام الدقيقه، نحن عندنا 31 شهيد هلا من تقريبا من ساعه لحد هلا، بس بالبقاع بين صحمر وبدنايل وبيت صليبي، ضيعة اسمه بيت صليبي. لامبارح كان عندنا 2822 شهيد و12937 جريح، طبعا هول مسجلين او اللي راحوا على المستشفيات، لانه بعض الحالات عم تندفن بشكل مباشر وبعض الحالات بعدها تحت الركام لحد هلا، يعني للاسف حتى بعد في مسعفين لحد هلا، في جزء منهم تحت الركام وفي جزء منهم بقلب سياره الامبولانس ببعض المناطق، هو مسعفين. فناهيك عن المدنيين، هذه الارقام لحد هلا. طبعا بهالارقام الشيء الموجع الوحيد، كثير اشياء موجع بالاحصى بالاحرى، بس الشيء الموجع كثير هو عدد شهداء القطاع الصحي يلي عم يرتفع من اخر بيان نزلناه. نحن وصلنا بال 172 شهيد، بال 263 جريح، بال 242 آليه بين اسعاف وانقاذ واطفاء، ب 81 اعتداء على مركز طبي واسعافي، ب 39 مستشفى تعرضت لاعتداء. طبعا عدد الاعتداءات الاجمالي تخطى ال 250 تقريبا كاعتداءات. طبعا هذا الشيء بخالف اتفاقيه جنيف، بخالف ميثاق الامم المتحده، بخالف كل المعايير الدوليه والاخلاقيه. نحن كوزاره صحه من اسبوع تقريبا مع الوزير كان في مؤتمر برعايه كل النقابات المعنيه وبرعايه الجمعيات الاهليه، واصدرنا مثل ريبورت بالانجلش وبالعربي بيتضمن كافه تفاصيل الاعتداءات، وثقنا هذه الاعتداءات بالتواريخ بالصور بالفيديوهات على امل، وصراحه كان في تنسيق مع وزاره الخارجيه، تم رفع شكوى بمجلس الامن، ونحن من جهتنا عم ناخذ كل الاجراءات اللازمه لردع هذه الاعتداءات، لانه القطاع الصحي بتصور صار الوقت انه ينحمى، لانه اذا ما انحمى نحن رايحين لمشكله كبيره. هو اكثر شيء الضغط عليه. نقيب، كيف هي الصوره حاليا بالمستشفيات؟ يعني عم قلنا استاذ هشام عن 172 شهيد، ان كان اليوم طبيب او مسعف او غيره من الكوادر الطبيه. هلا اسمح لي اول شيء انه بلش هيك بلفتي للي صار اليوم ببعلبك، لاهلنا ببعلبك، لهالقصف العشوائي اللي رجعنا ل 23 أدار وقتها سقط ب 12 ساعة 1700 جريح. واليوم ما فينا إلا ما هيك يكون في عنا شعور مع أهلنا اللي نزحوا، اللي هني بعشرات الآلاف اللي تركوا مدينة بعلبك للبقاع الأوسط ولمدينة دير الأحمر. هلا فيما يخص المستشفيات، اليوم أكيد المستشفيات عندها ضغط كتير كبير، وخاصة إنه كلنا بنعرف إنه القطاع الاستشفائي والقطاع الصحي طالع من أزمات متتالية، بلشت بال 2019 2020 21 عدد كبير من الأطباء هاجروا، ولكن كمان نصهم كمان رجع. مستشفياتنا اليوم من 17 أيلول. نايم اسمح لي بس أقطعك، لأنه هناك تطورات مع الزميلة جويس عقيقة. جويس، يعني نسمع عن حلول لإنهاء الحرب، عن حلول في الدبلوماسية، التفاصيل معك وماذا تقول معلومات الام تي في؟ صحيح رالف، أبدأ بالقول أن المشاورة صحيحة
وعمرها نحو 3 أيام بحسب معلومات الـ TV، وهي المسودة التي سيحملها آموس هوكستين مع كبار مستشاري، هو كبير مستشاري رئيس بايدن، ومع أيضا مستشار آخر برانتشوك، وأيضا مع جنرال رفيع المستوى أمريكي إلى تل أبيب يوم غد. بحسب المعلومات هذه المسودة، كنا أعددنا تقريرا تحدثنا عن أبرز بنود هذه المسودة في النشرة المسائية، وهذه البنود هي بنود هذه المسودة. أولا عم نحكي عن هدنة لستين يوما، نتحدث عن تراجع الحزب إلى ما وراء الليطاني، نتحدث عن نقل سلاح حزب الله من الحدود الجنوبية أيضا إلى شمال الليطاني، نتحدث عن السلاح الثقيل تحديدا، نتحدث عن منطقة منزوعة السلاح يتولاها يعني والأمن يتولاه الجيش اللبناني بزيادة عتيده على مختلف الحدود الجنوبية بالتعاون بطبيعة الحال مع اليونيفل. وما هو جديد أيضا في هذه المسودة التي سيطرحها هوكستين على نتنياهو غدا وعلى الإسرائيليين، هو أنه سيكون هناك دور فاعل في مراقبة وتنفيذ هذه المسودة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وألمانيا. الآلية ليست واضحة حتى الساعة، ولكن سيكون لهذه الدول الثقل الأكبر في تطبيق تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته وبكامل فصوله. أول إشارة أيضا إلى أنه بحسب معلومات الـ MTV، هوكستين كان ينوي التوجه إلى إسرائيل بداية الأسبوع، ولكن يبدو أنه لم تكن لديه أي مؤشرات إيجابية من نتنياهو، إلا أن هذه المؤشرات لفتها يعني لمسها منذ ساعات آموس هوكستين ليتوجه فورا إلى إسرائيل يوم غد. هناك نتحدث عن إمكانية، وهي الفرصة الأخيرة أمام لبنان لوقف إطلاق النار، هو وقف لستين يوما كما قلت، وربما قد يمتد، لأنه نبدأ بالستين يوما وقد يمتد إلى أيام أخرى. إشارة أخيرة إلى أنه اتصال جرى بين آموس هوكستين ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ ساعات بحسب معلومات الـ MTV. هذا الاتصال قال فيه هوكستين بالفم الملآن لميقاتي أن هناك إيجابية ما حركته باتجاه إسرائيل، وأن يبدو أن لدى نتنياهو يبدو أنه لمس ليونة لم يكن يلمسها سابقا، ولذلك هو قرر زيارة تل أبيب. إذن نحن فعلا رالف أمام اتفاق حقيقي عمره أكثر من 3 أيام بقليل، يعني 3 أو 4 أيام، نشاهد سويا بنود هذا الاتفاق. كنا لخصناها بتقرير هذه الليلة، وهذا التقرير يلخص كل بنود هذه المسودة باستثناء موضوع كما قلت لك أنه أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وألمانيا هي التي ستراقب تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، والدور الأكبر في هذا القرار هو للجيش والجيش فقط. كان في يعني كلام عن أنه الإسرائيلي يتحفظ ويترك له الحق بالتحرك بحال تعرض لأي يعني عملية عسكرية، هل هذا الأمر لا يزال يعني يذكر في هذه المسودة الأخيرة؟ بحسب معلومات الـ MTV أنه قد يطرح الجانب الإسرائيلي قد يطرح تصعيدا ما، أو يعني إذا كان يريد أن لا يتم هذا الاتفاق قد يطرح في اللحظات الأخيرة بنودا لم تكن واردة، ولكن بحسب المعلومات الأولية في لبنان أقله هناك رفض أصلا أنه تكون إسرائيل هي التي تتحكم بزمام الأمور، ولذلك قلت لك أنه يبدو أنه لم تكون إسرائيل هي التي تشرف على هذا الموضوع، أي حق لها التصرف في الأراضي اللبنانية، وهذا أمر يتعلق بسيادة لبنان ولا يقبل به لبنان. ولذلك تحدثت تحديدا رالف عن نقطة أنه الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا وألمانيا سيكون لها دور في مراقبة تطبيق 1701 بكامل مندرجاته، ولكن الدور الأكبر بطبيعة الحال هو للجيش، الذي يبدو أنه اليوم الثقة الدولية واضحة بهذا الجيش، حان الوقت لكي يستلم الجيش اللبناني زمام الأمور على الحدود. إشارة إلى أنه الحدود البرية الشرقية والشمالية للبنان من غير المطروح لدى لبنان أنه يستلمها إلا الجيش اللبناني، ولكن نتحدث عن الحدود الجنوبية، نتحدث عن منطقة عازلة يكون فيها سلاح الجيش يتراجع إلى ما وراء، عفوا سلاح حزب الله يتراجع إلى ما وراء الليطاني، والجيش يفرض قوته بالتعاون مع قوات اليونيفل، وهذه الدول الخمس الأساسية سيكون لها دور بتطبيق آلية التنفيذ على أمر رالف، لأنه لكل اتفاقية شياطينها كما يقال، ولكل والشياطين تكمن في التفاصيل، على أمل أن يشهد لبنان يوم غد إعلانا واضحا لوقف إطلاق النار
إذا 60 يوم قد يمتد إلى أكثر. وهنا إذا نجح هذا الموضوع يكون أموكسيسيلين حقق نجاحا مثل ملف البري الترسيم البري عفوا ترسيم البحري يكون حقق نجاحا. ولا يجب أن ننزع من يعني من بالنا إنه إذا ما وافق نتنياهو على هذا الطرح ولم يساعد فهذا يعني أنه يسلف الديمقراطيين، وهذا يعني أن كامل هاريس ستتفوق وستتقدم على ترامب. حتى الساعة بحكي إذا وافق نتنياهو، إن لم يفعل فهذا يعني أنه ينتظر الرئيس الفائز ليقدم له هذه الصفقة على طبق من فضة ربما. كما ذكرت جويس أن هي فرصة أخيرة للبنان، سنتابع كل التفاصيل. شكرا لك على هذه المعلومات الحصرية لأم تي في. شكرا لك جويس عقية، برجع لك نقيب. يعني السياسة دائما مطروحة التطورات الأمنية. يعني أول خبرية حلوة من شهر ونص، بنتمنى إنه هيدي المسودة إنه ما يكون في لها خلفيات سياسية وانتخابية بأمريكا. نرجع نحن لقطاع الاستشفائي. اليوم مثل ما ذكر الدكتور هشام إنه عدد الجرحى تخطى أو سيتخطى 13,000 جريح. هذا ما معناه، معناه إنه مستشفياتنا وبرغم كل التعديات المباشرة اللي صارت على المستشفيات واللي أدت إلى تسكيرة من مستشفيات إلى عدد من المستشفيات اللي عم بيشتغل بطريقة جزئية، هذا القطاع الاستشفائي تمكن من أنه يستوعب هذا العدد من الجرحى 13,000 جريح. المستشفيات استعملت مخزونة الخاص لتقدر هي تحكم، وخاصة ابتداء من 17 أيلول وقت بلحظة وقع 2500 جريح بانفجار البيجر. أكيد اليوم الهبات اللي وصلتنا واللي بعدها عم توصل من كل الدول الصديقة واللي قامت وزارة الصحة بتوزيعها على هيدي المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ساهمت أنه بإعادة مخزون هؤلاء المستشفيات، هذه المستشفيات. اليوم السؤال اللي بنطرحه لحالنا هو هذا القطاع الاستشفائي اللي عليه ضغط كبير قديش عنده قدرة أنه يستمر مع الوقت. وكلنا بنعرف أنه القطاع الاستشفائي بلبنان هو مؤلف من 85% من قطاع خاص و 15% من قطاع عام. أكيد اليوم الوزارة وقفت إلى جانب هذا القطاع ونحن منتشكر معالي الوزير لأنه بادر من أول لحظة وقدر أمن أنه يغطي كلفة معالجة أول 2500 جريح دخلوا على المستشفيات. ولكن وبعدين ولكن من وقتها لهلأ صار في عنا 11,000 جريح زيادة وكلفة هؤلاء الجرحى باهظة، وخاصة أن هؤلاء الجرحى بحاجة إلى عمليات الجواب اليوم من إلى عمليات ترميمية وعمليات علاجية وعلاج فيزيائي. يعني هون لازم كلنا نفكر مع وزارة الصحة، ونحن طلعنا عند دولة الرئيس مئاتي وعند معالي الوزير لنطرح هذه الفكرة ونفكر كلنا سوا كيفية متابعة هؤلاء الجرحى. طيب خلينا نسأل أستاذ هشام اليوم عن موضوع تغطية القسم الآخر من الجرحى واللي كمان حيضل في جرحى جديد للأسف مع استمرار العدوان الإسرائيلي. مثل ما ذكر النقيب، بس خليني بس للمواطنين يفهموا شو صار معنا وقت ما بلشت الحرب لليوم ونحن وين اليوم وليه وصلنا لهون وشو عم بيصير اليوم، لأنه كتير مهمة، في كتير تفاصيل العالم يمكن ما بتعرفها. أول شيء نحن قبل الحرب هي ما بلشت اليوم، هي بلشت تقريبا من سنة. وزارة الصحة بلشت الحرب عندها من سنة وبلشت تحضيراتها من سنة، وهلأ خلال سياق الحديث بنحكي شو حضرنا لو وصلنا لهون. لكن نحن قبل ما تتطور الأحداث ب 17/9 بالتحديد وقت البيجرات 18/9 اللاسلكي، رجع نهار الجمعة ضربة الضاحية، رجع التنين، أنا بسميه التنين الأسود اللي صار فيه مجازي وصار فيه تهجير، وهلما جرى لما تطورت الأحداث كان عندنا قبل ما تندلع الأحداث حوالي 2000 جريح. إيش ضربة البيجرات صار عنا تقريباً 2500 مع إجا التنين الأسود كمان حوالي 1000 جريح، هون عم نحكي تقريباً نص الجرح. نحن كوزارة الصحة دغري فوراً نحن جرح البيجرات واللاسلكي وضربة الضاحية، مش لأنه يعني ميزنا الجرح عن بعض، لكن طبيعة إصابة البيجرات واللاسلكي من إصابات بالغة واحتاجت أكثر من عملية واحتاجت كمية كبيرة من المستلزمات، لأنه إحنا بدنا هذا القطاع يضل واقف على إجراء، وأغلب الشركات الجمعية استقبلت عدد كبير من الإصابات. دغري عملنا آلية سريعة طبعاً ضمن القوانين المرعية الإجراء، وعملنا اجتماعات مع كل المستشفيات وبلشنا في خبرك أنه أول دفعة من المستشفيات وأغلب الجمعية ببيروت وجبل لبنان نزلوا لها الدفعات، وباعتراف المستشفيات هي أسرع من التأمين. شركات التأمين أحياناً عم تأخذ 3 أشهر 4 أشهر
من تاريخ تقديم الجدول لتاريخ القبض عم نحكي عن فترة زمنية لا تتعدى 20 يوم للشهر، وطبعا هذا الشيء مش صاير بحياته بلبنان. طيب هل انتهينا وقت البيجرات ولا سلكي؟ لا، نحن من اول دقيقة اعلن معالي الوزير واعلنت وزارة الصحة التزامها الكامل 100% في جرحى الحرب. بالنسبة لجرحى الحرب الباقيين الحط آلية، وهلا بس خلال ايام عم نحط آلية تدقيقهم، كيف بده يتم تدقيقهم، وراح تبلش تتبلغ فيها المستشفيات بشكل متتابع، كمان لتبلش تقدم فواتيرها وتنصرف بشكل سريع. نحن موضوع تأمين السيولة للمستشفيات هو أولوية بالنسبة لنا، لتضل هذه المستشفيات واقفة على إجراها. لكن هون بدي أشير كمان لنقطة كتير مهمة، جزء لا بأس فيه من هذه الجرحى هو مستشفيات بالخطوط الأمامية، إن كان بعلبك الهرمل ولا بالجنوب. مستشفيات بيروت بالتحديد وجبل لبنان العبء الأكبر كان هو بضربة البيجرات واللاسلكي وقصف الضاحية يلي أغلبه اندفع. يعني نحن عم نحكي عن بيروت وجبل لبنان، الجزء الأكبر من جرحى الحرب قبضوه المستشفيات أو رح يقبضوه خلال أسبوع أو أسبوعين اللي بعد. وهذا أمر جيد جدا يعني. أوكي. بالنسبة لمستشفيات الجنوب وبعلبك الهرمل والبقاع كمان بجو أقول لك كل حدا عم بيقدم هلأ الجدول عم يقبض، هذا تفصيل كتير مهم لنقدر نأمن استدامة هالمستشفيات. وجرحى الحرب خلال الأسبوع المقبل المستشفيات رح يتبلغوا بالآلية والأموال مؤمنة ورح يبلش يندفع لهم بشكل سريع. نعم. لتضل هاي المستشفيات واقفة على إجراء. بعد بدي أحكي بنقطة بتسمح لي بعرف أكيد كلا معنا وقت بس أنه بدي كمان ما بدي يفكر بدي الصحة النفسية اليوم مش منعطيها. لا رح نعطيهم أهمية خاصة هلأ مع كل ما نصحة نفسية. بالنسبة بس لموضوع المستلزمات نحن خطتنا من سنة كانت مرتكزة على أكثر من إذا بدك أكثر من قسم، جزء منها هو دعم اللوجستي. نحن وقت ما بلشت الحرب كنا عم نبعث، نحن قبل ما تقول تندرع الأحداث يعني قبل 17/9 كنا موزعين بال 130 ل 150 طن مستلزمات طبية وأدوية على المستشفيات الحكومية والخاصة، طبعا المستشفيات اللي كانت عم تستقبل جرحى بهذاك الوقت. هلا شو صار من 17/9؟ طبعا بلشت توصل الهبات، فعل كبير بالهبات وصل، مشكورة كل الدول اللي ساهمت، مشكورة كل اليو ان ايجنسي اللي ساهمت، طبعا عم بيتم توزيع تدريجيا، وبأكد لك كل هذه الهبات عم تتوزع على كل المستشفيات الخاصة والحكومية والخاصة قبل الحكومية من دون أي مقابل. يعني ناهيك عن دفع الفواتير كمان عم نقدم هالمستلزمات مجانا لأنه نحن مأمنين بالشراكة بالقطاع العام والخاص. نحن بالنسبة لنا كل المستشفيات الخاصة والحكومية هي نفس الشيء، اثنينات كل القطاع. اليوم بدي خبرك شيء اللي عم بيصير اليوم هو مش صمود وزارة الصحة العامة، هو صمود القطاع الصحي كله بكافة أركانه، بالمستشفيات، بالنقابات، بالعاملين، من اكبر عامل بالمستشفى لاصغر عامل. الممرضات اللي عم بيصير انا برايي اليوم بعد شوي مداخله من نقيب الممرضات اللي عم بيصير اليوم هو اسطوري صدقني. يعني العالم برجع لك عم بياخذ يمكن وقتك بس ضروري العالم تعرف الوقت هو بس يمكن العالم مش نحن بلبنان مش كنا بننسى، بس بدي اذكر العالم انه هذا القطاع ما تنفس مرتاح. صحيح 2019 اليوم اسمي ولا كورونا قبل 2019 لما كانت العالم كلها بكورونا قاعده ببيوتها هون الناس كانوا بخطوط الاماميه، خلصت كورونا اجت الازمه بقلب نص الكورونا اجى انفجار مرفق بيروت خسرنا اربع مستشفيات منهم اكبر ثلاث مستشفيات جمعيه مع ازمه معيشيه رجعنا انتشر الكورونا بعد الانفجار بيروت، رجعنا فتنا بازمه اقتصاديه هاجر عدد كبير من الاطباء والمرضين، رجعنا اجينا الكوليرا، رجعنا اجت تحديات ازمه الدواء وانقطاع الدواء، لا رجعنا لليوم بلشنا بحرب من سنه. يعني هذا القطاع مرتاح من اربع خمس سنين يعني لليوم تراكم اليوم بالازمه وبعد لحد هلا صامد واثبت انه حديدي، طبعا صامد وحديدي بفضل الأطباء كل الأطباء بفضل المرضين وكل العاملين. بدي أروح عند ميا عطوة سريعا قبل ما ناخذ مداخلة من زميلتنا ميرال أبو خليل. ميا بما يتعلق اليوم بالصحة النفسية هي أولوية بطبيعة الحال، ولكن لما بينحكى عن حروب وخطط الاستجابة هل بيتم اليوم تطرق إلى موضوع الصحة النفسية كمان؟ هلا نحن يعني إن شاء الله ما بنشهد على حرب تاني من بعد هالحرب، بس بفتكر بها الفترة بها السنة كان يمكن أول مرة نحن حتى وجودنا هون كمان اليوم مع القطاع الصحي بأكد أنه صحة نفسية أولوية ومنا رفاهية اليوم بالاستجابة. ومثل ما كان عم بيقول هشام يعني كمان برجع بسنة على جهود وزارة الصحة وعلى البرنامج الوطني للصحة النفسية بوزارة الصحة اللي اليوم هو عم بيدير آلية التنسيق مع منظمة الصحة العالمية مع WHO مع اليونيسف
مجموعة من الشركاء والجمعيات. بس لما بنسمع بمساعدات يمكن بنسمع مستلزمات صحية، بنسمع اليوم أمور عايزينها الطواقم الطبية، بس صح. صحة نفسية يعني ما بنسمع يمكن عن free sessions therapy أو مساعدة أكثر على الأرض أو يعني الأشخاص التعبانين اليوم. صح، ما فينا نقيم هيدول بهيدول. أكيد لما يكون في حيل لحالة طوارئ أكيد بدنا نبلش بالحاجات الأساسية اللي هي اليوم الأشخاص توصل لها حقوقها كاملة، الأكل، المأوى، الشرب، كل هالحاجات الأساسية. لكن اليوم بالاستجابة عم بيكون في تدخل على الصعيد النفسي وعلى صعيد خدمات الوزارة. منها هلأ هنحكي أكيد عن خدمة الخط الوطني الساخن للدعم النفسي، لحتى أي شخص اليوم عم يمرق بضغوطات نفسية يقدر يوصل للخدمة. رح نحكي عنه، ولكن رح تنضم لنا الزميلة ميرالا أبو خليل التي تواكب الملف الصحي لمتابعة أكثر أرقام تتعلق اليوم بمراكز الحروق، حاجات مراكز الحروق، خصوصا وأنه إصابات كثيرة ميرالا عم بتكون اليوم بين الجرح للأسف، عم يتعرضوا لحروق صعبة وقاسية للغاية. ميرالا الكلام لك. يعني مساء الخير رالف لك ولضيوفك. طبعا عدد الجرحى كبير مثل ما سبق وذكرته، ورح نكون هلا عم نحكي عن مراكز لمعالجه الحروق بلبنان. في مركزين، مركز بالشمال واخر ببيروت، وهو الاكبر لناحيه القدره الاستيعابيه. مركز الحروق هو بمستشفى الجعيتاوي يلي تاسس عام 1992 بمساعده فرنسيه. بضم المركز عاده 9 اسرى، ولكن مع بدء الحرب بايلول زادت المستشفى عدد الاسرى ل 25 سرير بعد ما طلبت وزاره الصحه ذلك استنادا لخطه الطوارئ يلي وضعت قبل 4 أو 5 أشهر تقريبا من بدء الحرب. عاده غالبيه المصابين يلي بيستقبلهم المركز بالايام العاديه هن اطفال تعرضوا لحوادث منزليه، ولكن مع بدء الحرب حتى اليوم استقبل المركز 40 مصاب من جميع الفئات العمريه من عمر سنه وصولا ل 55 سنه. الحالات غالبيتها من الجنوب، وكان عم بيتم تحويلها الى الجعيتاوي بعد 24 او 48 ساعه، اي مش بشكل فوري بسبب الوضع الامني وصعوبه التنقل. بالارقام، تكلفه مرتفعه كثير، وذلك بسبب الاقامه الطويله يلي بتمتد من 3 لـ4 أسابيع، خلالها بيتم استهلاك الكثير من المعدات لتنظيف الجروح، وحتى ببعض الحالات بيلجا الاطباء لزرع جلد للمريض. وبعدها في زيارات متتالية للمركز على مدى سنة أو سنتين لمعالجة أثار الحروق بعمليات حسب كل حالة. تعرفة وزارة الصحة بتغطي 50% من التعرفة الفعلية، فهي بتغطي $450 باليوم الواحد، بينما الكلفة الفعلية يلي بيتكبدها المركز هي ما بين $950 و$1000 يومياً. وللأسف بس نحكي عن الحروق أو تتخطى الحروق نسبة 50% بتصير فرص النجاة ضئيلة. مثلا إذا الحرق هو بنسبة حوالي 70% بتصير فرص النجاة 1 بالألف. يعني هيدا هي رالف أبرز الأخبار عن الحروق والمركز تحديدا بشعيتاوي. شكرا لك ميرالا أبو خليل على هذا الأرقام. دغري رح أجر عندك. لا بدي أجر، أنا ناطر. دغري يعني وزارة الصحة اليوم 50%، تبتاني 50%. لا أول شيء، لا دي أول شيء بدي أحيي دكتور بيير يارد وكل فريق العمل بشعيتاوي، وحبيبنا دكتور يارد بس يسمح لنا أكيد مش النص. ونحن مبارح كنا عند دكتور بيير يارد. أول شيء بتعرف أن خطط للحروق بنظر وزارة الصحة حسب دراسة وزارة الصحة هي أكثر من منصفة، أوكي، وأكثر بقول لك أنك هي أعلى مما كانت قبل الأزمة. خلي المواطن يعرف. امبارح كنا عند دكتور يارد، وبالتحديد بما أنه عم نحكي عن حديث أنا بتصور هالمعلومات من الجعيتاوي، قال عنده بعض المركزين في خبرية ثالثة يعني بالحروق، بس لوضح بهالموضوع خبرية حلوة بالحروق. قال عنده بعض الملاحظات على التعرفة. معالي الوزير كان جدا منفتح هذا الموضوع وقال له بليز ابعثوا لنا الدراسه اللي عندكم، ونحن كوزاره الصحه اذا الدراسه اللي عندكم بتثبت انه في زياده بالتكلفه نحن منفتحين على موضوع التعرفه، لكن باكد لك التعرفه اكثر بكثير من 50% من الكلفه الحقيقيه رح يتم النظر فيها اليوم. اذا تثبت انه في حاجه اكيد رح يتم النظر فيها. اضف الى ذلك ومستشفى جعيتاوي بتعرف كثير منيح انه نحن على الدوام لما عم بيكون عندنا فرصه عم نبعث مستلزمات لجعيتاوي ولكل مستشفى الجمعية. بدي بحكي بس عن الحرائق، يعني مش عم نحكي عن مستشفى دون غير لانه في عنا اليوم مستلزمات بعض مستلزمات يعني الحروق ومستلزمات جرحى الحرب. لوضح نحن بعض المستلزمات اللي عم تجي احيانا بيكون قيمتها عاديه، احيانا بيكون قيمه، خصوصا عم تجي من المنظمات الامم المتحده، احيانا بتتجاوز
آلاف الدولارات، إذا ما بدي لك عشرات آلاف الدولارات، فهي عم تتقدم مجانا للمستشفيات، مش بس الجيتاوي، كل المستشفيات بدون استثناء يلي عم تستقبل جرح حرب. فبالتالي برجع بقول لك وزارة الصحة ما عم تأثر مع حدا وما رح تأثر مع حدا. بموضوع الحروق، نحن خلال الحرب فتحنا قسم بالنبطية الحكومي تقريبا حوالي 6 أسرة، وهذا القسم كان لبعده لا من كم يوم عم يشتغل بشكل طبيعي. طبعا قدرته على معالجة حالات كتير صعبة، ما عنده الخبرة اللي موجودة مستشفى جعيتاوي اللي هي أهم مستشفى بالشرق الأوسط بهذا الموضوع. نحن اليوم الخبر الحلو لازم يعرف المواطن أنه وزارة الصحة بمساعي كبيرة مع الوزير، مساعي شخصية صارت تستمر أكثر من أشهر، أكثر من الحرب صراحة، متجهين لفتح قريبا جدا خلال أيام المستشفى الطوارئ في صيدا المعروف المستشفى التركي يلي هي أصلا صممت للحروق وللصدمات. صارت المستشفى تقريبا شبه جاهزة بفريق العمل تبع المختص، ورح يكون في تعاون مع مستشفى جعيتاوي بهذا المستشفى قريبا يعني جدا. في مركز إضافي اليوم قادر على استقبال خلال أيام قليلة جدا مستشفى الطوارئ رح تنضم مستشفى جديدة من الشركة الحكومية. هي فتحت أصلا أوريدي كمركز علاج كيميائي، لكن عم بحكي كمركز صدمات ومركز لا علاج الحروق قريبا جدا خلال ايام قليله رح تشوف الافتتاح الرسمي. طيب. مع انه بس اوضح لك هالمستشفى صار اكثر من 15 سنه مسكره، وبعز الازمه المهليه وبعز الحرب استطاعت وزاره الصحه جداً. تفتح، مش ما رجعت لحالها، لا رجعت لجيش مجهود كثير كبير انحط لتجي هالمستشفى انحط على السكه، لانه مش سهله ابدا تفتح مستشفى بهيك ظروف ماليه. صح. بهيك ظروف حرب. بس نوضح، نحن كنا يعني عم نحكي عن مراكز الحروق وسائبت هذا المركز اليوم موجود في مستشفى واحد، مش يعني لا اثنين، وكان في مستشفى السلام بالشمال. نعم، ولكن هلا ببيروت لان عم نشوف كل جرحى الى هذا المنطقة. انا واجبي اوضح للمواطن يعرف كل شيء. اود ان اشير ايضا مصادر امريكيه لام تي في عن المسوده بشان اتفاق وقف اطلاق النار، تقول المسوده المكتوبه تعد عاده بعد الاتفاق الشفهي بين فريقي النزاع، ونحن امام لحظه جديه في عملية وقف القتال في لبنان. إذن مصادر أمريكية لأم تي في تقول نحن في مرحلة جدية فعلا وهناك إمكانية لوقف القتال في لبنان. نائب، نرجع معك اليوم على أوضاع المستشفيات الحرقة وغيرهم. الحالات اليوم بهذه الحرب كيف عم تكون موزعة أكثر شيء الإصابات؟ يعني عم نشوف العدوان عم يكون كثير عنيف واستخدام لأسلحة متعددة منا اليوم في أسئلة حول يعني حتى أن هي ممنوعة بالنزاعات العالمية. قبل ما فوت بهذا الموضوع إذا بتسمح لي أرجع عقب شوية على موضوع الجرحى. اليوم الجريء عم بفوت على المستشفى عم بياخد العلاجات الأولية لحتى أنه وضعه يستقر، وهون وزارة الصحة أجت قدمت وغطت هذا العلاج الأولي، ولكن هؤلاء الجرحى هني بحاجة إلى مسار علاجي طويل من أسابيع إلى أشهر مع كلفة باهظة مثل ما قالت ميريلا، وخاصة الحروق. واليوم إذا نحن بنعمل بس عملية حسابية، إذا بنعمل مقاربة نحن منطقية لهذا الموضوع، عندنا 13,000 جريح. إذا بناخد نحن الكلفة الوسطية لكل جريح بحاجة إلى عدة عمليات ليتعافى كلياً، واعتبرنا انه بحاجه الى 7000 دولار، وهي ماشيه 7000 دولار لعده عمليات، هيدا بيوصلنا ل 100 مليون 100 مليون دولار. واليوم نحن كلنا بنعرف، كلنا بدنا نفكر سوا على صوت عالي، كلنا بنعرف انه موازنه وزاره الصحه اكيد ارتفعت باخر موازنه لل 230 مليون، ولكن هي ما كانت مخصصه لجرح الحرب، للامراض المزمنه، للامراض السرطانيه، لغسيل الكلى. يعني نحن اليوم اذا بدنا نعالج كل هالجرحى أكيد الدولة ما عندها الإمكانية، وخاصة أنه مداخيل الدولة اليوم ووزارة المالية واقفة، لا في ضرائب عم بتفوت ولا في تفاقة عم بتفوت. لذلك اليوم أنا بدي روح أبعد من هيك، ونحن نشهدنا دولة الرئيس ونتشكر الدولة الفرنسية اللي عملت المؤتمر مؤتمر لدعم لبنان، وقدروا حصلوا 800 مليون. هلأ 800 مليون دولار هن يمكن مساعدات إنسانية، على أمل أنه ضمنهم يكون في جزء مخصص للصحة، وإذا ما كان في جزء مخصص علينا كلنا سوا أنه نطلع ونعمل مؤتمر مخصص لدعم الصحة بلبنان ودعم هؤلاء الجرحى. هلأ فيما يخص المستشفيات، وين في عنا نقص اليوم؟ ما هي السياسة اللي اتبعناها من أول لحظة؟ هي بكل المستشفيات استيعاب الجرحى، تطبيب الجرحى ومعالجتهم، ومن ثم توزيعهم، إخراجهم من المستشفيات لحتى نقدر نخلي هذه المستشفيات تحافظ على قدرتها الاستيعابية. وهذا اللي عم بيصير. يعني اليوم مستشفيات البقاع كانت بحاجة أنه يكون في عندها أسرة وفاضية تقدر تستوعب عدد الجرحى.
اليوم أكيد إذا بنطلع من ناحية الاختصاصات، نحن بحاجة لعدد كبير من الاختصاصات خاصة التي تعنى بمعالجة جرحى الحرب وخاصة بالذروة. يعني شو المقصود؟ شو هن تبع جرح الحرب؟ شو المطلوب؟ هن جراحين الترميم، هن أطباء الطوارئ، جراحين العظام، الدماغ، الجراحة العامة وجراحة الشرايين. هودي اليوم بالأيامات العادية وبأيامات السلم الوضع كتير منيح وبنقدر نغطي الحاجة، ولكن مثلا برجع للتنين الأسود وقتها سقط 1700 جريح، فعلا مستشفيات النبطية كانت بحاجة لجراحين وما كان في إمكانية أنه ننقل الجرح لبيروت بسبب تسكير الطرقات. لذلك نحن اليوم عم نشتغل لتوزيع هذه الطاقات وعم نشتغل مع الوزارة وهناك في فريق لتوزيع الاختصاصيين، وعم بيتم ببعض المستشفيات عم نبعث اختصاصيين حسب الحاجة لنقدر نلبي حاجة الجرحى اليومية. بدي أرجع للصحة النفسية ولكن مداخلة من خارج الاستوديو لو سمحت. ميا رح تنضم لنا عبير علامة وهي نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية أيضا. مساء الخير لك، مساء الخير لضيوفك كمان. إذا ممكن تحطينا بالصورة بما يتعلق بالممرضات والممرضين في لبنان، يعني عم نحكي عن قدي الطاقم الطبي تعبان 2019 لليوم ولكن بعده واقف على إجري، كيف هي الصورة بما يتعلق بالممرضين في لبنان؟ يعني الممرضين والمريضات هن جزء يعني من الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي، وبرهنوا هذا الشيء مثل ما قلت من 2019 هلا من ازمه وراء ازمه، كورونا، اربع اب، لهلا للحرب، للاسف كمان ل 17 ايلول وما بعده. وهن اظهروا فعلا انه هن قد المسؤوليه مع انه كانوا بتحديات كثير كبيره من وقت من الازمه الاقتصاديه لهلا. هم هلا موجودين اكيد. انا بقسمهم صراحه كل الطواقم التمريضيه هلا منهكه، ان كان بالمناطق هي اللي تحت الضرب، اذا قلنا بقاع جنوب، بكل المناطق اللي هي هلا تتعرض ل يعني لقصف كثير كبير، للمناطق الثانيه اللي هي كمان عم تشرع تستقبل الجرحى وعم تستقبل اعداد كثير كبيره من المصابين لحتى والنازحين، يعني لحتى تقدر تعطي العناية الصحية. ممكن سؤال نائبة بما يتعلق اليوم بالنقص، هل في عندكم نقص كمان من حيث العديد؟ نحن للأسف النيرسز اللي خسرناهم اللي هن تقريبا 3500 ممرض وممرضة اللي تركونا، مش مثل القطاع الطبي رجع نصهم. نحن للأسف ثلاث أرباع الأشخاص اللي هني فلوا ما رجعوا وبعضهم برا، ونحن بالعديد اللي هلأ موجود بلبنان اللي هو يقدر تقريبا بين 9000 ل 10000 ممرضة وممرضة على الأراضي اللبنانية، نحن عم نقدر هلأ نلبي ونعطي عناية تمريضية يعني ذات جودة عالية بهالأعداد اللي موجودة هلأ حاليا. وأنا صراحة بحييهم وبقول لهم يعني يعطيهم ألف عافية. نحن عم نكون على تواصل مستمر كمان مع وزارة الصحة ومع نقابات ثانية، يعني مثل ما قال الزميل الكام بالنسبة مثلا المستشفى التركي، نحن على تواصل وقدرنا كمان توصلنا معهم ودعمنا كمان بأعداد من الممرضات والممرضين، وبنفس الوقت نحن هلأ عم نشتغل سوا معهم لحتى نعطيهم مثل ما بيقولوا orientation، يعني محاضرات لحتى تسهل انه الطواقم الجديده، لانه بتعرف مستشفى جديد او قسم جديد او عياده جديده بدها طواقم. مش بس حكى عن تطوع وعمل تطوعي اليوم من ممرضين وممرضات سابقين كانوا في الخدمه، اذا فيك توضحي لنا اكثر هذه الصوره، هل صار هذا الموضوع او لا كان فقط يعني كلام؟ لا اكيد صار، ونحن هيدا اللي كنت عم اقول لك اياه، يعني الدعم او الاعداد الاشخاص اللي نحن بعتنيهم مثلا لمستشفى التركي وباقي المستشفيات الحكوميه اللي هلا حتفتح بعد او عم بتاهل بعد اليونتس تبعولها، يعني او حتى العيادات النقاله او هولي، عم يكون الاعداد الاشخاص او الممرضات اللي نحن عم نبعتهم من خلال هيدو يعني حملة التطوع والأشخاص اللي هم تسجلوا معنا
عندنا ارقامهم وسيفياتهم وهدول اللي نحن عم نبعثهم للمستشفيات. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك نقيبه الممرضات والممرضين في لبنان عبير علامه على هذه المداخله. برجع لك مية الصحة النفسية اليوم. يعني الخط الوطني للوقاية من الانتحار ولتقديم الدعم النفسي يمكن ما كتير ناس بيعرفوه بيتذكروه بوقت فترات الأزمات. 1564 اليوم شو علاقته مع وزارة الصحة وشو دوره؟ اليوم ال 1564 هو الخط الوطني بتشغله وزارة الصحة مع جمعية إمبريس، كمان هو موجود 24/24 لتقديم الدعم النفسي من قبل متطوعين مدربين لأي شخص اليوم موجود بأي منطقة بلبنان في يتواصل معنا في يعمل مستكول حتى إذا ما عندهم يونت، لأنه هلأ عم نشوف هذا الشيء كتير موجود بالمدارس ومراكز لواء الناس ما عندها حتى تتواصل. لكن أهميته اليوم كمان كخط مش بس أنه عم بيعطي دعم نفسي مجاني، إنما كمان عم بيشتغل كتير ليشبك الأشخاص مع كل شيء في خدمات أخرى، إن كان خدمات إنسانية وجمعيات عم تقدم خدمات أخرى، وأيضاً عم يشبكهم مع خدمات الصحة النفسية اليوم اللي موجودة على كافة الأراضي اللبنانية. لكن كمان بالإضافة بس نوضح النقطة، يعني منه فقط الاتصال والتعبير اليوم عن الوضع الصحي، هو أكثر من ذلك، حتى عم يتم إرشاد الأشخاص وين معقول يلاقوا خدمات إنسانية، خدمات صحة نفسية 100%. عم بيكون في إرشاد على كل شيء، في خدمات موزعة على جميع المناطق اللبنانية اللي بتقدمها جمعيات مختلفة، إن كان أوقات الدعم المادي أو والحصص الغذائية أو حتى خدمات الحماية لما يكون في حالات إذا بدك متعلقة بالأطفال والنساء اللي عم بتعرضوا لأي نوع من العنف. كمان هيدي اليوم مهم نشدد عليها، لأنه بنشهد كتير تزايد بهذه الحالات خاصة بأوقات الحرب، وعم بيصلنا اتصالات كمان من أشخاص، من أولاد، من قاصرين، من مراهقين عم بتعرضوا لضغوطات ولحالات عنف. كمان نعرف هو يمكن الخدمة هي سرية، نعم اكيد هي سرية، ولكن شو عم يكون نوع الاتصالات اللي عم توصل؟ شو عم بتلاحظي اليوم تغير مع الحرب من حيث يعني الحاجه للصحه النفسيه والوضع النفسي في البلد؟ بدي اقول لك انه هاي اول مره بيكون، يعني حكينا كثير عن الكوارث اللي قطعنا فيها اخر 4 سنين، وعادة بالكارثة بيكون في يمكن غريزة البقاء هي بتكون موجودة أكثر، وما بيكون في تركيز على الصحة النفسية. اليوم عم نشوف العكس، حتى أشخاص عم بتواصلوا معنا بيكونوا بعضهم شيء يمكن معرضين مرض بيتهم للقصف، أو خسروا شخص، أو خسروا عائلتهم، أو خسروا بيوتهم، عم تتواصل على الخط الساخن بغضون أيام أو أوقات حتى ساعات من حدث صادم كبير صار معهم. هون أهمية قديه كمان هذا الخط اليوم يكون موجود لكل شخص عم يمرق بضغط نفسي. فعم يوصلنا كتير من هالاتصالات من أمهات عتلين هم أولادها يمكن لأنه تعرضت أو شهدت على خسارات عنيفة، على خسارات أفراد من العيلة أو على دمار، وعم بيتواصل معنا كتير أشخاص كمان خايفين من المستقبل، عايشين بمراكز الإيواء بحالات جدا صعبة عم بيعانوا منها، عم يتواصلوا معنا لنشوف كيف فينا كمان نساعدهم أو نرشدهم حتى على مراكز إيواء أخرى أو محلات فيها تقويهم. بس أهمية اليوم كمان الخط الساخن اللي هو كمان شيء ما كتير ناس بتعرفه، مهم المواطنين يعرفوه، أنه اليوم كمان في عنا آلية وطنية للاستجابة لطوارئ الصحة النفسية، اللي هي اليوم ما بتتقدم من أي خدمة تانية كان الصليب الأحمر أو غيره، لما يكون في أي شخص عنده حالة طارئة العلاقة بالصحة النفسية، حدا بحالة ذهان، بحالة اضطراب شديد، عنده أفكار انتحار، ممكن يتواصل كمان مع الخط الساخن وبيتم إبعاث، يعني نبعث فريق طبي لعند الشخص إن كان بمنطقة بيروت أو طرابلس اليوم. طب مع الحرب كيف عم تتنقلوا اليوم؟ وتنذكر هو الرقم 1564. عم بيكون في تنقل للفريق الطبي بكل مناطق بيروت، حتى عم بيصلنا اتصالات من مراكز الإيواء في حالات طوارئ، عم ينزل الفريق الطبي يعاين هول الحالات، وعم بيكون كمان وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية كمان مهم هاد الناس يعرفوها، إنه لكل شخص نازح اليوم عم بتتأمن كلفة الاستشفاء بكل المستشفيات الحكومية. نرجع لعندك استاذ هشام ووزارة الصحة، اليوم ما هي الأولويات بالنسبة لوزارة الصحة مع هذه الحرب؟ الأولويات كثير كبيرة وعديدة صراحة. نحن اليوم حكينا كثير عن الجرحى وحكينا كثير عن الموضوع الاستقبال الإصابات، يمكن ما حكينا عن موضوع النازحين. اليوم احتياجات النازحين الصحية كثير كبيرة، منا احتياجات سهلة. أول شيء نحن لما صار هذا النزوح الكبير نقلنا تقريبا مئات المرضى، إن كان مرضى غسيل الكلى أو إن كان مرضى الأمراض السرطانية. طبعا هذا الشيء ما كان سهل، انه حط ضغط وعم بحط ضغط
على المستشفيات بالخطوط الخلفيه. يعني انا بحكيك اليوم قبل ما افوت على الاستديو بمستشفى الحريري كان في اكثر من 40 مريض بالطوارئ والسبب كثير بسيط، كذلك الامر بالمستشفيات المحيطه. السبب كثير بسيط انه احنا مستشفيات الضاحيه تقريبا عم تعمل بشكل جزئي، صار في زوخ من الضاحيه. ونفس الشيء كل الضغط عم بصب صار على بيروت وجبل لبنان المستشفيات، خصوصا موضوع النزوح ومستشفيات الشمال. غير انه الدخول للمستشفى والعلاج من امراض السرطانيه والدياليسيز وغيرها، هناك الدواء. نحن وزاره الصحه من 17/9 ل 27/10، وهون بتمنى المواطنين يسمعوني كثير منيح واهلنا النازحين يسمعوني كثير منيح. وزاره الصحه موزعه 2,000,000 و8,533 علبه دواء، 2,000,000 و8,533 علبه دواء. تقريبا 40% من هذا الادويه اللي توزعت هم من مخزون وزارة الصحة، أي من موازنة وزارة الصحة اللي بتدفع الدولة اللبنانية. الجزء الآخر هو منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، والباقي هو منظمات دولية ومن الهبات الوصلة. طيب كيف توزع؟ أنا بس لوضح نحن شو خطتنا للنزوح، وهذه يمكن المواطن اللي ما بيعرفها وعم بشدد عليها بتمنى يعرفها. نحن بلبنان عنا تقريبا فوق 300 مركز رعاية صحية أولية، في جزء منهم أقفل نتيجة إن كان القصف المباشر على هاي المراكز تدميرها أو إن كان بسبب النزوح الكبير والوضع الأمني الغير مستقر. بقي عنا فوق ما يتجاوز 220 مركز. هو المراكز تم تربيطهم بمراكز إيواء اللي منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، اللي هن 1200 مركز إيواء. يعني كل مركز إيواء هو مرتبط بمركز رعاية أو بعيادة نقالة تشتغل تحت إشراف وزارة الصحة. هلا مين بيدير هذه المراكز؟ اللي بيدير هذه المراكز هن جمعيات إن كان محلية أو دولية، الأغلب هي محلية. هذه الجمعيات هي جمعيات شريكة لوزارة الصحة. هناك خطة كانت حاطتها وزارة الصحة من 9 أشهر لموضوع النزوح، ولما صار النزوح بلشنا تطبيقها بشكل بحذافيره. فهذه الجمعيات اللي عم تنزل على مراكز الايواء وعم بتوزع دواء، بعض النازحين عم يفتكروا انه هذا الدواء من هذه الجمعيات، وهون عم بيصير خلط. هذا الدواء بديش اقول لك 100%، لكن 95% منه هذا النازح لازم يعرفها والمواطنين لازم يعرفوها، هو دواء مقدم وزارة الصحه العامه. الجمعيات هي اكيد شركاء لنا، بنشكرهم على كل جهودهم، عم بيتعبوا كثير معنا، عم بلبونا، لكن الدواء والمستلزمات الطبيه عم بيتوزع حسب الحاجه. نحن عنا ما يعرف كله مكنا، وهالارقام اللي قلت لك عنا انشرت على تقريرين. كل مركز رعايه كم حبه دواء طلع له، كل كم علبه دواء طلع له، اي مركز ايواء بيخدم. نحن في تقارير، نحن بتصور يعني اكثر من هيك شفافيه اللي عم نشتغل بطريقه يمكن مش سهله لبنان. نحن في تقارير دوريه في زودخ فيهم موجودين بوسائل الاعلام، عم بنحط كل مركز شو عم بيطلع له ادويه. كيف بنشتغل نحن كوزاره الصحه؟ نحن عندنا اكثر من سيستم للتراكينج او ممكن عندنا ما يعرف بالال ام اس يلي هو اللوجيستيك مانجمنت سيستم. يعني اي حبه دواء بتفوت على مستودعاتنا بتنعرف امتى فاتت، شو تاريخها، الحبه حبه يعني لهالدرجه، ومين المانح ولمين توزعت. بيرجع لما يجي بيعطوكم ساعه وزاره الماليه مش في شيء، وفي شيء اسمه ميدي تراك يلي هو كلكم بنعرف برنامج تتبع الادويه كمان، هذا موجود بالاضافه لموضوع النزوح. نحن بنعالجه على ما يعرف بالفينكس، عندنا نظام ممكن بوزارة الصحة، كل مركز رعاية عنده أكسس على ما يعرف الفينكس. كل نازح أو كل مريض بده يستفيد من دواء وزارة الصحة بده يكون عنده ملف على الفينكس. يعني نحن بوزارة الصحة هلا بتقول لي إكس استفاد من هذا الدواء، أنا بقول لك قد ايش صاروا عم يستفيد، شو الأدوية اللي عم ياخذها بشكل شهري. عم تحكي نازحين فقط في مراكز الإيواء أو حتى الفينكس راح تعبر نازحين ومواطنين على... نحن برنامجنا خدمات المواطنين هلا تكبر ليضم النازحين بمراكز الإيواء. طيب. لا يضم الناس. اسمح لي اسال اليوم في دواء نفسه؟ في دواء نفسه، وبدي اعقب على اللي عم بيقوله هشام لحتى اقول انه هلا حيكون في هول العيادات المتنقله اللي مشبكه مع مراكز الايواء، اليوم كمان حتشبك مع الخط الوطني الساخن، لحتى اذا الحكيم الطبيب العام المتنقل وصل على مركز الايواء وشاف نازح بحاجه لتجديد لوصفه دواء نفسي او لمعاينه نفسيه، رح يتم وصله مع الخط الساخن ويشوف بشكل عم يرتفع الطلب على هكذا نوع من الادويه. عم يرتفع الطلب وموجود كتير، ونحن عم ننزل على مراكز الإيواء عم نشوف أنه في ناس كتيرة، في طلب كتير كبير، في ناس صلى سنين على الأدوية اليوم فلت من بيتها لا مع الدواء تبعها ولا مع الروشتة، بحاجة أنه تشوف حول الطبيب. بس بحاجة تعرف الناس كمان أنه في 70 مركز رعاية صحية أولية اليوم عنده خدمات صحة نفسية. النازح حتى لو هو اليوم بمنطقة جديدة عنه لازم يشبك مع مراكز الرعاية الصحية الأولية ليقدر يكفي علاجه، لأنه إذا ما كفى علاجه عم نشوف في تداعيات كتير كبيرة عم بتصير خاصة بقلب المدارس ومراكز الإيواء. بدك تسمح لي بس بعد موضوع النزوح؟ لا قبل ما تروح لا عم ناخذ وقت النايب هلا عم نزعبر هلا عم نزعبر. نحن في ضروري نرجع نذكر جميع أهلنا النازحين في خطين ساخنين
سنين يلي هن 17 87 و12 14 بالاضافه للخط الصحه النفسيه 15 64 اوكي 17 87 شو بيعملوا 12 شو بيعمل 17 87 12 14 هن مخصصين على مدار 24 ساعه لاهلنا النازحين 12 14 في جزء منه اللي عنده مشاكل بالامراض المستعصيه والسرطانيه لكن كمان مخصص للنازحين 12 14 او 12 40 لا 12 14 بيشتغل شغلين شغل له علاقة بالأدوية المستعصية والأمراض المزمنة إذا حد عنده مشكل وصار كمان متاح لموضوع النازحين على مدار 24 ساعة 17-87 كمان مخصص للنازحين عم نحكي احتياجات صحية وطبية بالإضافة للخط الساخن للصحة النفسية كمان اللي هو ضمن البرنامج الوطني وهم بدي وجه تحية للدكتور ربيع شماعي رئيس البرنامج بالوزارة لكل فريق العمل لمية ولكل الفريق اللي عم يتعب على يعطيونا الف عافية خاصة المتطوعين اللي عم بيعطوا يعني وقتهم بالمجال لكل مسؤول نفس الهدف نقيب اليوم سألتك عن توزع أو نوع الإصابات بعد الحرب جون حكينا يمكن عن النقص في الأطباء إذا بدي أرجع إلى السؤال الأساسي اليوم كيف عم بتكون الإصابات وين أكثر شيء في عنا إصابات تنعرف كمان شو الحاجات هلا خليني بس زيد على اللي نقال فيما يخص النازحين بس ما تنسى السؤال وكل الشغل اللي نعمل وعبر الفرق النقالي بدي أعطي أنا الحق للنقابات لأنه كمان نقابات المهن الصحية من أول لحظة تحركت من نقابة أطباء لأطباء أسنان لممرضات وممرضين مع الدكتورة والنفسانيين والمعالجين الفيزيائيين ومش من 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 عدة أسابيع نزلنا على الأرض مع الفرق النقالي ليش؟ لأنه خوفنا الأكبر هو على الأوبئة اللي معقولة تظهر بهالانفايرمنت يعني بهالاقتزاز السكاني وتم كم ترصد لمشاكل جرب وتم معالجتها مع وزارة الصحة دغري يعني ضمن 24 ساعة كان الدواء موزع تم رصد كوليرا ونحن كمان عارفين أنه رح نجي على وباء إنفلونزا وكوفيد رح يجي قدامنا وهذا عم نشتغل عليه هلأ فيما يخص الإصابات أكيد يعني أنه نحن مع خبرتنا بإصابات الحرب هنالك تقريبا ثلث الإصابات اللي هي بتكون إصابات طفيفة وتعالج بمراكز الطوارئ هنالك إصابات الثلث الثاني هنالك بحاجة إلى دخول إلى المستشفى وإجراء عدد من العمليات وهنالك جزء كمان بفوت على العناية الفائقة يعني أكيد اليوم الإصابات عم تنقل لأقرب مستشفى هي موجودة فيه اليوم يعني نحن فينا نقول فيما يخص الجنوب عندنا مرجعيون وخاصة النبطية ومن ثم عندنا صيدا وعندنا مستشفيات البقاع الشمالي هلا يعني نتأمل كمان انه بالقصف اللي صار على البقاع انه مستشفى دار الأمل والمستشفيات تبع البقاع الشمالي كمان بعدها عم تقدر تشتغل ومن ثم تنقل الى البقاع الأوسط والحالات المستعصية وهون بدي نوي على العمل وعلى التحضير اللي صار بلجنة معالجة الطوارئ بالفيوك لجنة الطوارئ اللي كلنا جزء كنا فيها وبعدنا فيها واللي هي عم بتنسق ما بين كل مراكز الطوارئ والمستشفيات لحتى نقدر نحن اليوم إذا في هنالك مريض بحاجة إنه ينقل على مستشفى جامعي ببيروت دغري نقدر نأمن له هذا السرير وما يصير في تضارب بالمعلومات ونخسر الطاقات ونعمل هدر للطاقات تبعنا نعرف أنه في عنا نقص في عنا عدد كبير من الحاجة بقى التنسيق هو جزء أساسي من العمل بهذا الموضوع لحتى نقدر نستعمل الشخص والسرير المناسب عند المريض المناسب نعم. بدي أطلع خارج السيديو من جديد إلى منال الأزهري باشي المديرة التنفيذية للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في مركز سرطان الأطفال في بيروت يعطيك العافية بونسوار رالف لك وللجميع المشاهدين ولضيوفك للأسف نحن بحرب وفي أطفال عم بيعانوا وعم بيتابعوا علاجهم من السرطان بنتمنى لهم الشفاء العاجل أولا ولكن اليوم الأشخاص يعني مع هالحرب وأنتم مركزكم في بيروت هل عم بيواجهوا صعوبات ليوصلوا على المركز وبحال واجهوا هذه الصعوبات كيف عم يقدروا يوصلوا لعلاجهم هلا بالطبع أكيد رالف مع العدوان اللي صار بلبنان نحن عنا مرضى متوزعين على كل المناطق اللبنانية تعرضوا العيال وأهلهم للتشريد من بيوتهم من ضياعهم ودغري نحن من أول نهار بلشنا خلقنا خلية أزمات
وبلشنا نتصل فيهم لنعرف وين مراكزهم، وين نقلوا، على أي مناطق، لنضمن أنهم هن عم يوصلوا وياخذوا العلاج اللي لازم. لأنه مثل ما بتعرف مريض السرطان ما بيقدر يوقف التريتمنت، يعني المفروض يكفي علاجه. وكنا عم نأمن لهم، يعني بعض منهم كانوا عم بيناموا بالسيارات، بعض منهم عم بي يعني راحوا على مراكز النزوح يلي كانت متاحة. وكان المركز دغري وفريق عمله عم يتصل ليضمن انه كل طفل عم يوصل على مركز علاجه. طيب قد ايه نسبة الاشخاص اللي اليوم منهم قادرين يوصلوا من الاطفال الى مركز العلاج تيتلقوا علاجهم؟ يعني نحن عم نعالج حاليا بحدود 500 طفل. اكثر من 60% منهم بمناطق ما بقدروا يوصلوا على مراكز علاجهم، بس مع اكثر من 10 مستشفيات متعاقده مع المركز وعم نشتغل معهم، عم نضمن انه يكونوا عم يوصلوا على اقرب نقطه او اقرب مركز علاج قريب لمطرح ما هن هلا موجودين. طيب بما يتعلق اليوم بالدواء والمستلزمات الطبيه اللي انتم بحاجه لها، هل اليوم الحرب عم بتعرقل حصولكم او وصولكم الى العلاج المطلوب، او في مخزون من قبل والامور ماشيه تمام؟ مثل ما كان هلا استاذ هشام عم بيقول، بالتكاتف مع جميع الاطراف والاشخاص المعنيين بموضوع الدواء، مركز سرطان الأطفال أكيد كان محضر حاله من فترة، يعني من بعد حصولنا على رخصة مستوصف كمان عم نقدر كنا نأمن الأدوية اللازمة لمرضانا على مدى شهرين ثلاثة لقدام، لنضمن أنه ما عم ينقطع الدواء. لأنه بتعرف رالف، مع كل شيء عم يمرق في لبنان مثل ما كمان كنتوا عم تذكروا، من 5 سنين لهلأ وراء بعض أزمات وراء أزمات متتالية، خلتنا دائما نكون برو اكتف بدعم من مجلس الامناء واداره المركز لنامن اللوازم الطبيه للاولاد وما ينقطع علاجهم. هلا اكيد الحاجه كثير كبيره، لانه المركز اضطر يلغي العديد من النشاطات اللي كان بده يقوم فيها بلبنان وبالخارج بفعل الحرب واللي صار. مبلشين نحن كنا من قبل ما تبلش الحرب بعجز مالي بيتخطى 3 مليون دولار، لأنه كلفة علاج طفل مريض بالسرطان عم تتراوح بين 40,000 و200,000 دولار لكل طفل حسب حالته، يعني حسب أي نوع سرطان عنده. والكنسليشن تبع الإيفنتس اللي كانوا عنا كتير أثروا سلباً على هيدا الموضوع. يعني على أمل أنه تروق الأمور وأيضاً يعني يتم في يكون في استجابة لهذا الموضوع وتتأمن كل حاجة الأطفال، نتمنى لهم دائماً الشفاء العاجل. شكراً لك منال الأزهري باش على هذا المداخلة. أستاذ هشام، موضوع الكوليرا اليوم، قبل ما أرجع أحكيك عن مرض السرطان وكل الأمراض المزمنة، بعدنا بس على حالة واحدة أو نحن بموضوع الكوليرا بعدنا على حالة واحدة؟ وزارة الصحة وغرفة الطوارئ الصحية الفيوك قابل بكل الإجراءات، وفريق ترصد الوبائي بالوزارة قام بكل الإجراءات اللازمة من عزل، من تتبع، من فحوصات المياه وفحوصات الحالات المخالطة وإلى آخره. بعده ثبت حالة واحدة. طبعا نحن ما بننسى انه كمان بجيب لك على تزاحم الاحداث، يمكن البعض بينسى، نحن اطلقنا حمله للقاح الكوليرا تقريبا من حوالي 3 اشهر، ولقحنا مئات الالاف من الاشخاص بالاماكن المصنفه اكثر خطرا من خبرتنا بالتجربه الماضيه او من الشراكه مع منظمه الصحه العالميه ومنظمه اليونيسف، يعني استنادا على عوامل عديده اهمها البيئه، البنيه التحتيه للمياه او للصرف الصحي. بتضل موضوع الاطفال، بدي اروح لعندك ميا اليوم، بدي احكي شوي معك صحه نفسيه الاطفال، كيف فينا نخبرهم اليوم شو عم بيصير حوالينا من حروب، من ليش المدرسه تاخرت، من الاصوات اللي عم يسمعوها، كل هذه الامور، كيف يمكن التواصل مع الطفل بهذه المرحله؟ هذا موضوع حساس وصعب، بس اليوم الأهل لازم يتعاملوا مع كل طفل حسب أكيد عمره وقدراته كمان، يعني كل طفل عنده بيختلف عن طفل آخر بقدرته على التأقلم مع الضغوطات ومع الستريس. اليوم مهم نخبر الحقيقة، بس ما ضروري نفوت بالتفاصيل، مهم نشرح أنه نحن الوضع اللي نحن هو فيه، ما نخبي، ما نكذب، أكيد ما نقول أنه جدار الصوت أو القصف هو شيء آخر أو فرقاع أو أي شيء من هذا النوع، لأنه هذا كمان بيولد عدم ثقة عند الطفل. لكن بنفس الوقت يعني
يعني بفتكر اهم شيء بدنا نقوله للاهل انه يقولوا لاولادهم انه نحن عم نعمل اكثر شيء فينا لنجرب نحميكم من هذا الوضع، وهذا اكثر شيء ممكن يطمن الولد، وخاصه لما الاهل هن كمان يتجنبوا انه يبينوا كثير عن خوفهم او قلقهم او يعني اضطرابهم امام اطفالهم. واهم شيء كمان يبعدون عن المشاهد ان كان على بعرف السوشيال ميديا اليوم كثير صعب الواحد يبعد عنه، بس كمان مهم انه التلفزيون ما يكون داير كل نهار بالبيت. نجرب نخفف قد ما فينا كمان احاديث الراشدين امام الاطفال عن الوضع او مخاوفهم، لانه الكبار بالعمر اليوم يلي كمان عندهم قلق من الوضع الحالي، عندهم ربما اكتئاب او عندهم اليوم تساؤلات كثير كبيره. لك هذا سؤال انا يعني اليوم عم بتجنب شوي اجاوب عنه، لانه ما في طريقه معينه وحده الشخص فيه يتاقلم فيها مع اللي نحن عم نشهده، خاصه انه اللي عم نشهده من وقت كورونا كان يكون عندك جواب واضح. الثوره قبل كان فيك كل مره كان عندي ليش اليوم هذه الازمه لها هذا الجواب، لانه هيدي الازمه زعزعت كل شيء عنا اليوم له ثقة بالعالم بالإنسانية بالبشرية. فكمعالج نفسي ما في يعني ما اليوم بدي أقدم نصايح عن كيف فينا نتعامل. كل شخص اليوم بيعرف شو حدوده شو طاقاته، بيعرف يمكن أنا هذا نهاري لازم أنا أخلص فيه مهام معينة، اهتم بإشياء معينة إلها علاقة بعائلتي. أي مؤشرات هي خطيرة بتفرج أنه في وضع أكثر من الطبيعي وربما بحاجة لاستشفاء أو تدخل طبيب أو مراجعة معالج نفسي؟ اليوم أهم شيء نقول إنه هيدا العلامات شو ما كانت تكون، إن كان اليوم زعل أو بكي شديد أو انعزال أو غضب أو سلوكيات جديدة الشخص عم بيفرجيها، يمكن لجوء للكحول أو للمخدرات للتأقلم مع الوضع، أهم عامل هو عامل الوقت. اليوم ما فينا نشخص أو نقول إنه لأنه نحن صلنا كم أسبوع بهيدا الحالة يعني الشخص اليوم بحاجة إنه يشوف طبيب نفسي. مهم إنه هيدا العوارض تستمر لفترة طويلة، خاصة من بعد ما تنتهي ظروف الحرب وتكون بلشت عم تأثر بشكل سلبي على تأقلمه وحياته اليومية وقدرته أنه ينجز ويرجع لحياته اليومية. لما يكون في مدة زمنية معينة ويكون في تأثير واضح على الأداء، هون منقول للشخص أنه يمكن هو بحاجة أنه يشوف طبيب نفسي. بس مهم كمان بهالفترة أنه ما نروح دغري للتشخيص، ما دغري نروح لأنه في أمراض نفسية أو في تروما أو في صدمة لازم نعالجها هلأ، لأنه كل شيء عم نقطع فيه اليوم حقنا أنه نقطع فيه وطبيعي أنه نكون عم نقطع فيه. مهم مش طبيعي طبيعي هلأ مع كل ما يحصل، مش طبيعي أنه ما نكون حاسين بكل شيء عم نحسه من غضب من حزن من يعني إذا بدك قلق وخوف أكيد من كل ما يحصل. سيدي هشام، بموضوع الأمراض المزمنة اليوم في عنا تخوف، يعني مرضى غسيل الكلى شو صار فيهم، كان في ضغط على المراكز، كمان مرضى السرطان وغيرهم من الأمراض المزمنة. خليني بس أنا يمكن في موضوع ما ضوت عليه، يمكن الوقت عم يكون كتير ضيق والأفكار كتيرة. بدي أرجع لموضوع الفيق اللي غرفة الطوارئ الصحية البعض يمكن ما كان بيسمع فيها من قبل الحرب. غرفة الطوارئ الصحية هي الأمانة وزارة الصحة كانت عم تحضرها قبل ما تندلع الحرب، كان عم تحضرها كل شيء إمرجنسي بالبلد، واندلعت الحرب وفتحناها. هذه الغرفة عملت أكثر من تحضير. أول تحضير هو التدريب على التدريب الكوادر البشرية بالمستشفيات بالتنسيق مع النقابات المعنية، كان نقابة الأطباء ولا نقابة المرضين. ودربنا هون عم نحكي عن أكثر من 6000 عامل صحي على عدة تدريبات، ما بتفوت بالموضوع التقني هلا، بس لما تروح انت اليوم على مستشفى تشوف جرين زون وريد زون، يمكن هاللفتات اللي ما كنت تشوفها بالمستشفى، هذا كله ناتج عن التدريبات المسبقه اللي قامت فيها وزاره الصحه، عملت 9 اشهر بالتنسيق مع المعنيين، وعملنا بهذيك الفتره 112 مناوره، عشان هيك القطاع قدر مثل يستوعب هذه الصدمات المتتاليه بسرعه قياسيه. حتى لل على موضوع الشق النفسي، نحن دربنا مئات العاملين الصحيين قبل ما تتطور الاحداث، كان في تريننج على موضوع المنتل هيلث، وأدينا حيز كبير لموضوع المنتل هيلث العاملين الصحيين. وشيء بموضوع الناس هنا أرجع لسؤالك، لأنه أنا هون واجبي وجه تحية لزملائي بالفيوق يعني قاموا بمجهود جبار كل هذه الفترة الماضية. بس كمان نطمن العالم اليوم المرضى، لا بموضوع المرضى نحن اليوم ما في ولا مريض غسيل الكلى ما تأمنه مطرح بمستشفى تاني، ما في مريض أمراض سرطانية ما تأمنه مطرح بمستشفى تاني. أكثر من هيك معالي الوزير مدد مهل تجديد الملفات، لأنه في كتير ناس يمكن كانت تحكم عن طبيب بجنوب صارت انتقلت عن طبيب بشمال، تغير الحكيم، بدأ شوية إجراءات روتينية لتغير ملفه. تم وزارة الصحة أخذت على عاتقها، معالي الوزير أخذ على عاتقه وجدد كل ملفات الأمراض المستعصية عشان نسهل على المرضى. اليوم نحن ما نوقف حد أهلنا، ما نوقف حد
الناس اللي فقدوا بيوتهم اللي تهجروا، ويجبنا نوقف حد حدهم مثل ما وقفنا بالكوليرا حد اهلنا بالشمال او بالبقاع. نحن اليوم وزاره الصحه هي لخدمه جميع اللبنانيين، وبالتالي برجع بعيد اي مريض نازح او غير نازح عنده حاجه صحيه في دق على الخطين الساخنين اللي ذكرناهم، ونحن رح نكون بخدمتهم. بعد في نقطه بدك تسمح لي انه ما ضوت عليها، ولانه النقيب شريك فيها اساسي والنقاب شراكي اساسي فيها. نحن الضغط عم بيزيد، وبعض المستشفيات اقفلت قسريا او نتيجه تعرضها للقصف، فكانت خطه وزاره الصحه تفعيل وتمكين بعض المستشفيات الحكوميه بتحويلها لشبه تروما سنتر. وهذا الشيء صراحه أنا بلش بموضوع مستشفى الحريري لما افتتحوا الاي سي ار سي بالتعاون مع وزاره الصحه الصليب الاحمر الدولي، تروما سنتر بقلب الحريري، التركي على الطريق مثل ما حكينا، بسبلين الخطوات النهائيه لافتتاح التروما سنتر صارت منجزه، بمستشفى زحله حكومي كمان الخطوات النهائيه مع جمعيه مع كمان مع الصليب الاحمر الدولي. تروما سنتر هو مركز مخصص لعلاج الصدمات، يعني لعلاج كميات كبيره من جرحى الحروب، وبكون في اطباء اخصائيين مثل ما ذكر، لانه انت بحاجه لاطباء اخصائيين ان كان حكماء ان كان جراحين اعصاب او الى اخره من الاختصاصات المطلوبه بهيك حالات. بالاضافه كمان في مشروع بمستشفى بعبده الحكومي، مستشفى الكارانتينا، برجع بعيد في تنسيق كامل بموضوع مع النقابه خصوصا بموضوع الاي ام اس الاي ام تي تيمز اللي عم تجي، يعني اي اطباء او اي وفود من الخارج. نحن كمان حرصا على عمل الاطباء اللبنانيين، لنحمل الاطباء اللبنانيين والنقابه، كمان لنحمل المرضى اللي بيتحكموا تحت هول الاطباء، نعمل اطار واضح لعملهم باشراف النقابه، برعايه النقابه، برعايه الوزاره، بفتره محدوده ضمن بروجرام محدد يهدف مستشفى حكومي معين بكافه المعدات والمستلزمات. لن نعزز ونمكن قدره المستشفيات على استقبال الجرحى. نقيب، بموضوع اليوم الاطباء، هل في موجه هجره جديده من الاطباء؟ كيف الارقام؟ يعني في عندكم نقص او صار في تعافي بهذا الموضوع؟ هلا للحقيقه اذا بنحكي بنسبه الاطباء بلبنان، عندنا اطباء كفايه، يعني نسبتنا نحن اعلى من توقعات هي او تطلبات منظمه الصحه العالميه. للحقيقة إذا بال 19 وبال 20 و 21 كان في 3 موجات من الهجرة، هلأ ما عندي أي شعور أنه هنالك موجة جديدة من الهجرة. اليوم الأطباء اللي رجعوا 50% يعني على 3500 نصهم اللي رجعوا اليوم صامدين بلبنان، لا بل كان بأول مثلا في بعض الزملاء كانوا مضوا كونترايات مع مستشفيات جامعية بأول تشرين الأول، وبرغم الحرب اجوا وبلشوا شغلهم بلبنان. الاطباء اللي نزحوا لليوم تركوا مناطقهم، تعرضوا اليوم كمان للقصف الاسرائيلي، شو عم يصير فيهم؟ هيدا مش بس اطباء، بكل النقابات. لا سنحكي معك عن الاطباء اليوم بشكل خاص. نزحوا اليوم، نحن عملنا استماره من اول لحظه ووزعناها، وهلا نحن عم نعمل داتا على هؤلاء الاطباء، وعندنا خط ساخن داخل النقابه بيستقبل كل طلبات الاطباء، وعم ندرس نحن كيفية. يعني مثل ما قال أستاذ هشام أنه في كتير من الأطباء نحن لقينا لهم مركز شغل بالمستشفيات بلبنان، كما طلبنا من المستشفيات، ولو أنه الطبيب اللي جاي من الجنوب أو جاي من البقاع ما عنده إمكانية بالأساس كان يدخل لمستشفيات بيروت، اليوم طلبنا من المستشفيات أنه تفتح أبوابها ليقدر يفوت ويقدر يحكم المرضى تبعه بهذه المستشفيات. وكمان نحن عم ندرس خطة للوقوف إلى جانب ومساعدة الأطباء النازحين. بدي زيد بس إذا هنالك أرقام تخص المعالجين النفسانيين أو النازحين، هنالك رقم كمان نحن ساخن، خط ساخن حطيناه بخدمة الجرحى مع وزارة الصحة، اللي هو اسمح لي ذكره، هو 81 86 0 87 81 86 0 87. وفيما يخص مراكز معالجة الجرحى اللي هن عددهم أستاذ هشام، إذا في مستشفى التركي رح يكون مخصص للحروق، نحن مستشفى بعبدة عم نتوجه ليكون هو مركز تخصصي للجراحات الترميمية المجهرية. شو معناتها هيدي؟ يعني اليوم مثلا إذا شخص عنده بتر أو نقص بالجلد وبالعضل بإجره، بناخذ له صفيحة من كتفه لنزرعها بإجره، وهيدي بدأ اختصاصيين بهيدا المجال، وبلبنان هن عددهم على مش أكثر من أصابع الإيد الوحدة. بقى عم نشتغل وعم ننسق إنه هنالك مراكز مخصصة للحروق، مراكز بتستقبل
الجرحى وقت بيوقعوا، كمان هنالك مراكز متخصصه لحتى ننقل عليها الحالات الصعبه ونقدر نرممها بطريقه فعلا متقدمه ومتطوره. بدي ارجع لعند ميا عطوي، نتحدث استاذ هشام عن اليوم تدريب للطواقم الطبيه بما يتعلق بالصحه النفسيه، شو التدريبات يلي بتصير او كيف حتى بيقدروا يحصنوا نفسهم وكمان يقدروا يحصنوا محيطهم والجرحى ويتابعون نفسيا كمان؟ في تدريبات مختلفه، اول شيء صار في تدريبات للاطباء واللي بيشتغلوا والطواقم اللي بتشتغل بمراكز الرعايه الصحيه الاوليه لتقدر تشخص الاشخاص اللي بتجي على مراكز الرعايه الصحيه الاوليه لتقدر توصف العلاج لها كمان. فهذا كان التدريب للطواقم الطبيه. اكيد اليوم وزاره الصحه كمان عم تقوم بتدريبات لكل الموظفين اللي بيشتغلوا بالقطاع الامام بالخطوط الاماميه ولا موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية كمان على الإسعافات النفسية الأولية. يعني اليوم لما أي عامل بالخط الأمامي يكون موجود بمركز إيواء عم بيقدم أي نوع من الخدمات الأخرى، مهم يكون مدرب على الإسعافات النفسية الأولية اللي بتخوله أنه يلقط كمان أي أو أي شخص بضغط نفسي ويقدر يحوله على الخدمات النفسية اللي هو بحاجة لها. فهذا من ناحية التدريبات على الإسعافات النفسية الأولية. واليوم كمان وزارة الصحة عم توضع برنامج دعم للعاملين في الخطوط الأمامية كمان لتقدر تواكبهم بهيدا الفترة، لأنه نعرف أنه في بيرن أوت كمان بيصير كتير إرهاق وظيفة عند الأشخاص اللي بيشتغلوا كتير بهذا القطاع. يعني القناة 14 الإسرائيلية بتقول أنه بن غفير يهدد نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا مضى بالاتفاق مع حزب الله. إحنا عم نتأمل روح إلى هدنة، ولكن أستاذ هشام بحال توسعت الحرب أكثر، إحنا بلشنا عم نشوف اليوم موجة نزوح كتير كبيرة من بعلبك، وشفنا بالأسبوع اللي قطع تهديد مستشفى الساحل، ضرب محيط مستشفى رفيق الحريري، كل هذه الأمور إذا توسعت، هل في عندكم خطة طوارئ غير الخطة الحالية بحال تغيرت المعطيات على الأرض؟ طبعاً نحن اليوم ضمن الإجراءات الوقائية اللي قمنا فيها بالجمعيات، يعني هي زيارة صراحة زيارة معالي الوزير مبارح على كل المستشفيات الجامعية ببيروت وجبل لبنان برفقة وفد من الوزارة، هي هدفها الوقوف على جهوزية هذه المستشفيات ودعم هذه المستشفيات الجامعية. لأنه برجع بقول لك نحن وزارة الصحة لا نتمنى أن توقف الحرب اليوم، لكن واجبنا نحضر للأسوأ، والأسوأ هو يحتمل خطين، خط عدد كبير من الجرحى والشهداء بلشنا عم نشوفه بموضوع الإصابات الكبيرة اللي عم ترجع تزيد بالمحافظات إن كان بجنوب ولا بعلبك الهرمل ولا البقاع، أو خط النزوح الإضافي اللي بلش يزيد. النزوح له تتبعات، ما ننسى هذا النزوح مش بس إنه هون ناس نزحوا، هون ناس بده يفوتوا على المستشفى، جزء منه طلع المستشفى متابعة، فعم بحط ضغط إضافي على المستشفيات بالخطوط الخلفية. يعني أنت اليوم كل ما تخسر مستشفى إن كان قسطريا نتيجة تعرضها للقصف أو خروجها عن الخدمة أو نتيجة للظروف المحيطة الأمنية فيها، أنت عم تخسر عدد أسرة من إجمالي عدد الأسرة بلبنان. بالتالي بلا ما أنت عم تخدم شعبك بإكس معين من الأسرة 12 أو 15 ألف سرير، صرت عم تخدمهم بقلب 1000 أو بقلب 2000. كل ما هذا العدد قل وانحصرت الفئة البشرية أو المجموعة البشرية يعني الشعب اللبناني بعدد مستشفيات معين، تلقائياً هذا الضغط راح يزيد. قد خسرنا لهلأ تقريباً؟ نحن صرنا خسرانين تقريباً فوق 2000 سرير. تقريباً فوق 2000 سرير. هي نسبة تعتبر وزنة طبعاً. نحن في مستشفيات، أنت ما تنسى اليوم جاء لك مستشفى الضاحية مزبوط بعدها جزء منها فاتح، لكن عم يشتغل بالحد الأدنى. يعني اليوم قليل ما الناس عم بتفوت على الضاحية الجنوبية، كل أهلنا اللي بالضاحية نزحوا إن كان لبيروت جبل لبنان صاروا عم يروحوا على مستشفيات تانية. بالتالي بجعل لك في تحدي كتير كبير بهذا الإطار. وأكثر من هيك الاستهداف، يعني فرق الأسعاف كم ما أخذت حقها بهذه الحلقة. أنا خليني أوضح لجميع المواطنين، الصليب الأحمر ولا كشافة الرسالة الإسلامية ولا هيئة الصحية ولا الدفاع المدني وليت العام الدفاع المدني هم شركاء أساسيين لنا من أول لحظة بالحرب. صار سقطهم فوق 150 شهيد، لازم يعلم، لازم العالم تعرف. هون كانوا عم ينسوا معنا، قاعدين معنا على نفس الطاولة على نفس الغرفة بغرفة عمليات الوزارة، وإدارة تحويل الجرحى من أول الحرب لليوم عم بتتم عبر وزارة الصحة. وهذا الشيء ما كان يصير بلبنان، هذا أول مرة عم بيصير بالتنسيق مع المستشفيات. في يعني في الاكتيفيشن تبع الامرجنسي المستشفيات او الدي اكتيفيشن كله عم يتم عبر غرفه عمليات الوزاره. اذا اخر مداخل قلبك تعطيني رجعلك بعد ما انا دقيقتين اخر مداخل النائب مية وبرجع لك بالاخر مداخلتك الاخيره نائب اليوم امام هذا الوضع الصعب والدقيق. انا اذا بدي اقول يعني اليوم احنا بنتمنى انه الحرب تنتهي، ولكن اليوم اذا صار في تصعيد اكيد هنالك في ضغط كبير. اليوم كل العمل صار لحتى يكون المخزون يؤدي الحاجة 3 أشهر لـ4 أشهر، وهذه كانت هدف خطة الطوارئ. ولكن اليوم إذا في هنالك تصعيد، إذا في هنالك حصار بري وجوي وبحري على لبنان، أكيد القطاع الاستشفائي رح يوصل إلى مطرح
ويكون في عليه تحديات أكبر وأكبر. اليوم لنطمن المواطنين بنقول لهم إنه قطاعنا الصحي مع الأسف بعدد الجرحى اللي عم بيسقطوا عم بيقدر يواجه وهو يصاب. نعم. مية كلمة أخيرة اليوم بما يتعلق بالصحة النفسية وشو المطلوب لي يعني تحكم بهذا الموضوع أو إيجاد حلول؟ مش مطلوب منا شيء، لأنه بفتكر في نسبة أشياء مطلوبة منا اليوم بشكل يومي بس لحتى نقدر نوع الصبح ونقوم بواجباتنا هيدا بزيادة. بس يمكن نعم. لازم نذكر الناس أنه نحن هلأ بفترة إذا بدك حداد جماعي أو شيء منسميه collective grief، يعني كل يوم منوعة عم نحد على شيء خسرناه ونخلي حالنا نكون بهذا المحل نتقبل الواقع كما هو. بدي ارجع اخيرا كلمه الاخيره لك كلمه اخيره بتوجه صراحه للابطال للمسعفين الابطال لمستشفياتنا. بدك تسمح لي بثانيه بس من تبنين للنبطيه لرغب حرب للنجدي لجبل عامل للبنان الايطالي لحيرام لبعلبك للمرتضى لدار الامل للهرمل للبتول لكل المستشفيات بالخطوط الاماميه. بدي اقول لهم انتم ابطال، لكل العاملين بالقطاع الصحي، للاطباء، للممرضين، لكل حدا بالقطاع الصحي شو ما كان دوره او شو ما كان صغير او كبير، لمدراء المستشفيات، لكل العاملين بالقطاع بدون استثناء شو ما كان دورهم ان كان نقابات او عاملين. بدي اقول لهم شكرا من القلب. الشعب اللبناني كله ممنون لكم لانه انتم جنود حقيقيين. انتم اللي عم تعملوا شيء كثير كبير. نعم. قد ما نقول وقد ما نحكي هو قليل، لانه جاب لك اللي صار من 5 سنين لليوم واللي عم بيصير اليوم واللي عم يعملوا هذا القطاع اللي عم يعملوا العاملين بهول القطاع كثير قليل. نعم. انا بعطيك بس مثال اخير، احنا انتهى وقتنا يعني بدي اقول لهم شكرا من القلب. التحيه الحلوه اكيد شكرا من القلب. شكرا لك رئيس دائره المستشفيات والمستوصفات وزاره الصحه هشام فواز، نائب الاطباء ايضا في بيروت بروفيسور يوسف بخاش شكرا لك. مية عطوي ايضا من جمعيه امريس ومن الخط الوطني للوقايه من الانتحار شكرا لك. شكرا لكم ايضا مشاهدينا ولجميع الضيوف الذين انضموا الينا من خارج الاستوديو. دقائق وألقاكم في نشرة منتصف الليل.